السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميرو نسرور كيمستري تيتشر. Our topic today final revision semester 1. أول سؤال معانا بيقول which of the following process represents the ionization energy of bromine؟ هنبص معانا نشوف تعريف الايونيزيشن انرجي. It is the energy required to remove outer electron from an atom in its gaseous state. يبقى شرط عندي ان يكون الاليمنت في الجاسيوس ستيت وانا بعمل ريموفنج الالكترون او اكتر من الاوتر انرجي ليفل. يبقى انا دلوقتي هشوف المعادلات اللي قدامي، هلاقي ان انا عندي في الاولانيه البرومين سوليد وعندي ليكويد وعندي جاز وعنده سوليد وعندي جاز. يبقى انا في الحاله دي هختار من سي ومنختار من اي. يبقى انا هاخد البي ار 2 ولا البي ار؟ لا، انا هاخد اتوم واحده. يبقى الاختيار بتاعي هيكون البي ار جاز، هيديني البي ار بوزيتيف زائد الكترون، يبقى الاختيار بتاعي هيكون سي. سؤال 95 بيقول لي اوردر ذا اليمنت السلفر والكلورين والفلورين ان تيرم اوف انكريزنج ايونايزيشن انرجي. طبعا انا حافظه ان انا عندي ترند الايونايزيشن، الايونايزيشن بتزيد من شمال البريودك تيبل لليمين البريودك تيبل، وبتزيد الايونايزيشن اهي من داون للاب. يبقى انا في الحاله دي هختار الاختيار A، السلفر اولا وبعدين الكلورين وبعدين الفلورين. انا عندي السلفر المجموعه 16، عندي الكلورين والفلورين دول مجموعه 17، انا عندي الكلورين تحت والفلورين فوق، يبقى اعلى حاجه هنا هيكون عندي الفلورين واقل حاجه هنا هتكون السلفر. عندي سؤال 97 بيقول which of the following atom would have the largest second ionization energy. احنا اتفقنا وقلنا في الفيرست ionization energy بتكون طاقة قليلة، طب في السكند ionization energy بتكون اعلى منها شوية. طب انا امتى بتكون السكند دي عالية قوي قوي قوي؟ بتكون عالية لو الاليمنت ده مونوفالنت او في المجموعة 1A وهيعمل ريفوفنج للاوتر الكترون الوحيد اللي عنده ده، فبالتالي فاقد الالكترون النمرة 2 هيكون مصاحب لكسر مستوى جديد هيطلع منه الكترون، فده بيحتاج كم كبير ايه من الطاقة. يبقى انا في الحالة ديت هحتاج الى عنصر في مجموعة ال 1A، هدور كده واشوف هلاقي الام جي ده في ال 2A، الكلورين ده في ال 7A، السلفر لسه قايلين في ال 6A، عندي الكالسيوم في ال 2A، يبقى انا عندي الصوديوم في ال 1A، يبقى ده الاختيار بتاعي. عندي سؤال 98 بيقول the first ionization energy of Mg الفاليو دي the second ionization energy. طب هيكونوا متساويين الاول والتاني؟ لسه قايلين لا، احنا التاني بيكون اكتر من الاولاني، يبقى الاختيار الاولاني مرفوض. للزان 735 كيلو جول طبعا مرفوض لان لازم يكون اعلى منه. اختيار سي بيقول جريتر زان 735 كيلو جول بالمور، طبعا الاختيار ده بيكون صحيح، الاختيار بتاعي هيكون سي. السؤال اللي معانا بيقول ionization potential of phosphorus B15 comparing with sulfur 16 is higher since it has large radius ولا lower since it has large radius ولا higher since it has higher stability state ولا lower since it has lower stability state. احنا قلنا قبل كده الايونيزيشن ترند اللي موجودة عندي في البريودك تيبل احنا اتفقنا قلنا انها بتزيد من الليفت للرايت. ليه؟ لان السايز بيقل من الليفت للرايت، يبقى الاختيار بتاعي هيبقى الاختيار بي، lower since it has large radius. يبقى الفوسفورس اقل ايونيزيشن انرجي من السلفر لان السلفر اقل راديوس من الفوسفورس، والنيوكليوس بتاع السلفر اعلى اتراكشن للاوتر الكترون من النيوكليوس بتاع الفوسفورس. السؤال معانا بيقول ايه what is the correct arrangement of this element A B C D according to the electron affinity. انا عندي ادي A وعندي B، دول موجودين في ال 1A جروب، وعندي C وال D موجودين في ال 7A جروب. احنا بنتكلم على الافينيتي، اتفقنا وقلنا ان الافينيتي بتزيد من الليفت للرايت، يبقى معنى الكلام ده ان
السي هتكون اعلى من الاي. طب بالنسبه للجروب الواحد، انا عندي في الجروب الواحد الافينيتي اهيت بتزيد من اسفل الى اعلى، يبقى في الحاله ديت ان الاي بتكون اعلى افينيتي من البي والسي اعلى افينيتي من الدي. لما نحطهم الاربعه مع بعض هناخد الاختيار سي، يبقى الاي اقل افينيتي وبعدين البي وبعدين الدي وبعدين السي اللي هو اول واحد في 7A اللي هو يعتبر الفلورين. السؤال المعالم بيقول the element which is found in the third period and its oxide chemical formula XO3 its atomic number will be. انا دلوقتي هرجع الكيميكال فورميولا اللي عندي لاصلها، انا عندي الكيميكال فورميولا XO3. طب احنا عارفين ان احنا بنعمل اكستشينج للفالنس، يبقى معنى الكلام ده ان الثلاثه ديت الفالنسي بتاع الاكس والواحد دي الفالنسي بتاعت الاو. انا عارفه ان الفالنسي بتاع الاكسجين اصلا 2، يبقى الفالنسي بتاع الاكس بكام؟ هنضرب المقص، يبقى 3 في 2 ب 6 على 1، يبقى الفالنسي بتاع العنصر اكس دي هتكون 6. طب معنى الكلام ده ان الاوتر انرجي ليفل فيه 6 الكترون، معنى ان فيه 6 الكترون وهو في الثيرد بيريود، معنى الكلام ده ان الدوره الاولانيه مكتمله فيها 2 الكترون والثانيه مكتمله فيها 8 الكترون، ويبقى كده 10 ومعايا 6 يبقى 16، يبقى الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت ده 16 اللي هو هيكون السلفر، يبقى الاختيار بتاعي هيكون سي. السؤال اللي معانا بيقول element of the same group the value of its atomic radius measured by angstrom as the following. مديني ادي الـ A وادي الـ B وادي الـ C والـ D الـ value of radius ومديني الـ choice. هبدأ دلوقتي اشوف المطلوب ايه. بيقول لك element A has the smallest electronegativity than the element B. هي ايه علاقة الالكترونيجاتيفيتي بالريدياس؟ العلاقة عكسية inverse relation. انا دلوقتي اول حاجة هعمل هبدأ ارتب العناصر من حيث increase او decrease في الريدياس. انا خدت دلوقتي العنصر C ده اقل ريدياس وبعدين العنصر A وبعدين B وبعدين D. معنى الكلام ده ان احنا اقل ريدياس هو اعلى الكترونيجاتيفيتي، يبقى C هو اعلى الكترونيجاتيفيتي من ال A من ال B من ال D. هشوف الاختيارات اللي قدامي هلاقي الاختيار الوحيد اللي هيكون صحيح هو الاختيار D element B has the greatest electronegativity than the element D. السؤال معانا بيقول which of the following represent the most precise measurement of length. طبعا السؤال ده جميل ومن الأسئلة اللي بتحب التفكير شوية. احنا اتفقنا وقلنا قبل كده ان البريسايس في الميجرمنت بيزيد كل ما زيد الديسيميل نمبر، يبقى انا دلوقتي لو عندي مجموعة موازين اكتر واحد هيكون البريسيشن بتاعته بتكون عالية اللي هياخد الديسيميل نمبر. هو مديني هنا مجموعة ارقام هبدأ احولها دلوقتي لديسيميل. انا عندي هنا ده مضروب في 10 باور نيجاتيف 1 ودي 10 باور 2 ودي 10 باور نيجاتيف 3 10 باور 3. لما احولهم وفك الباور ده هيطلع لي الاختيار سي هيكون هو الصح، لان انا عندي هنا 4 ديسيميل نمبر، فبالتالي هو اللي بقى مور بريسايس. In Rutherford experiment, Rutherford used gold foil. If this experiment is made by using a very thin foil of tin, N50, instead of gold AU79, what do you expect the path of alpha rays particle to be? احنا اتفقنا وقلنا في Rutherford experiment عندي دلوقتي most of alpha particle transmit without any refraction، ده دليل على ان الاتوم mostly empty space. انا عندي مجموعه عملوا small angle، يبقى السمول انجل نتيجه ان النيوكليوس بوزيتيف. طب اللارج انجل او اللارج ديفليكشن او complete ريفليكشن، ده نتيجه ذا نيوكليوس كاريد most of the atomic mass، يبقى لان النيوكليوس لها ماس ولها تشارج. يبقى انا لو رجعت دلوقتي للاختيار بتاعي بيقول لي ايه؟ مين الماس بتاعتها اعلى تشارج؟ اللي فيها 50 بروتون ولا اللي فيها 79 بروتون؟ طبعا 79 بروتون. طب انا شلت 79 بروتون وحطيت ال 50، معنى الكلام ده ان الوايد انجل بتاعتي هتقل، لان الماس بتاع النيوكليوس بتاع السي ان بتكون اقل من النيوكليوس بتاع الاي يو، والتشارج برضه بتاعتها بتكون اقل، يبقى ذا وايدست انجل اوف ديفليكشن ويل ديكريز، يبقى الاختيار بتاعي هيكون بي. A systematic error lead to a lack of accuracy in the measurement.
ولا significant digit in the measurement ولا precision in the measurement ولا gradation of the measuring instrument. طبعا انا عارفة ان السيستماتيك ايرور بيدي بريسيشن، بس البريسيشن ده بيكون ليس اكيوريت، يبقى المشكلة عندي هتكون هنا في الاكيورسي، يبقى التشويس A. السؤال ده بيقول the second ionization energy and the third ionization energy of an element as shown in the following equation. طبعا انا هشوف ال second ionization هلاقيه بيديني بوزيتيف 495 كيلو جول. طب الثيرد مديني 4560 كيلو جول برمور. طبعا في زيادة شديدة جدا في كمية الطاقة. معنى الكلام ده ان الثيرد ionization energy كان مضاف اليها طاقة كسر مستوى جديد. يبقى معنى الكلام ده ان الاليمنت ده في التو اي جروب فقد الالكترون الاولاني وفقد الالكترون الثاني، وكان فقد الالكترون الثالث بيصحبه كسر للمستوى، فبالتالي العنصر ده هيكون من التو اي. نشوف الاختيارات بيقول لي ايه. نون ميتال هاز لو ايونايزيشن انرجي. طبعا احنا اتفقنا وقلنا ان هو في التو اي ده ميتال، يبقى الاختيار الثاني ميتال هاز لو ايونايزيشن انرجي، طبعا ده الاختيار ده هيكون صحيح. يبقى الاختيار B هو الصح، metal has low ionization energy، لان احنا متفقين ان في الترندز ان الميتالز هي low ionization energy، والionization energy بتزيد في يمين الجدول دي عند النون ميتال او الميتالز اللي موجودة في يمين الجدول. يبقى الاختيار بتاعي هنا هيكون B. السؤال معايا بيقول X and Y are two elements are located in the same period، their atomic radii are X بالقيمة دي وادي ال Y، when the two element reacts together. يبقى هو قال لي ان انا عندي عنصرين اكس وواي اتنين في بريد واحدة، والاتنين هيحصل ما بينهم رياكشن. انا هبدأ دلوقتي اعمل مقارنة ما بين الرديس الاولاني والرديس التاني، هلاقي ان 1.57 ده اكبر من 1.04. يبقى في الحالة ديت الاليمنت اكس ده على شمال البريدك تيبل، والعنصر التاني هيبقى على اليمين. طبعا يمين الجدول وشمال الجدول معروف ان في الشمال الميتالز وفي اليمين النون ميتالز. انا هنا كتبت ان العنصر الاولاني هو المغنيسيوم والعنصر التاني هو السلفر، لكن طبعا حضرتك مش هيكون معاك الرديوس في الامتحان، فانا كفاية انك تعرف ان العنصر الرديوس بتاعه كبير بيكون الميتال، لان احنا اتفقنا وقلنا ان الرديوس بيقل من الشمال لليمين، وهيكون على اليمين الاقل رديوس دي هيكون النون ميتال. واحنا عارفين ان الميتال لما بيعمل رياكشن مع النون ميتالز بتكون ايونيك بوند. في الحالة دي بيحصل واحد بيحصل له لوز في الالكترون، وده بسميه اكسيديشن، بيحصل له اكسيديشن، واللي بيحصل له جين للالكترون بقول ان حصل له ريدكشن. يبقى انا في الحالة دي الميتالز هو اللي هيحصل له اكسيديشن، والنون ميتال هو اللي هيحصل له ريدكشن. يبقى انا في الحالة دي هختار الاختيار B، X oxidized while Y is reduced. X oxidized لأنه metal والY reduced لأنه non-metal. السؤال معايا by using the following table، مديني table اهوت. What is the correct arrangement of this element A B C D according to electronegativity؟ طب احنا متفقين ان electronegativity الترند بتاعتها بتزيد من شمال الجدول ليمين الجدول لأن الريديوس بيقل. مديني ادي ال A وادي ال B وادي ال C وال D. طبعا هو مش مديني من اسم العنصر، انا اللي جبته برضو. يبقى هو مديني ان الايون النيجاتيف 1 لل A بيبقى النيون 10، دي النوتيشن بتاعتها. الايون نيجاتيف 3 لل B بتديني برضو النيون 10. عندي مديني العنصر C ده النوتيشن بتاعه ارجون 18 وال 4S1، ومديني الدي اللي هو النيون 10 وال 3S1. هبدا احول كل النوتيشن اللي قدامي ديت، هوصل ان العنصر A هو الايون السالب للفلورين، والعنصر B ده ايون سالب برضه للنيتروجين، والC ده البوتاسيوم، والD هيبقى الصوديوم. يبقى انا دلوقتي هعمل arrangement according to الالكترونيجاتيفيتي. طبعا انا عارفة ان اعلى الكترونيجاتيفيتي بتكون للفلورين، وبعد كده بتكون النيتروجين، وبعدين الصوديوم، وبعدين البوتاسيوم. يبقى الارنجمنت بتاعي في الحالة دي هيكون A، يبقى A B D C.